السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. اليوم غادي نمشيو كذلك للمطبخ الافغاني وغادي نوجدوا واحد الاكله كتسمى الطلخان. الطلخان هو نوع من التوت والكيصاغ على شكل انرجي بار، قطبان الطاقه اللي مصاغبين من التوت الافغاني اللي هو اللون ديالو البنفسجي وكيكون جاف. وهذا النوع من التوت ما كيتواجد الا في المحلات الافغانيه، وغالبا في المحلات الأفغانية، وبعض الأحيان وبالصدفة كنلقاها في المحلات العربية. هذه الأكلة جد صحية ومهمة بالنسبة لشهر رمضان، داكشي باش أنا بغيت نشارككم معايا فيها. كتصغب بجوج مكونات، التوت الأفغاني ميلبري وكذلك الكركاع. هنا بالنسبة للكركاع وضعتها غير ربع كاس وطحنت مزيان في المطحنة الكهربائية، وكذلك جوج كيسان ديال التوت الأفغاني الجاف، وغادي نطحنه كذلك مزيان في الآلة الكهربائية. وهذه الأكلة كياخدوها الناس الأفغانستان في فصل الشتاء، لأن التوت كيتواجد في ذاك الفترة، وكيخليو التوت كذلك في فصول أخرى كيخزنوه وكيعطوهم الطاقة. بالنسبة كنصح أنني صغب هاد الانرجي بار ات هوم في المنزل حسن من اللي كيشري من الجروسري على برا، لأن اللذة والصحة كتكون أكثر إفادة. وهاد بعد ما صغبنا أو طحنا المكونات ضفت لهم وخلطتهم مزيان، ضفت لهم مقدار ديال جوج معلقات كبار ديال الماء باش غادي يتجمعوا مع بعضياتهم مزيان. كنعرفوا ان التوت كيتلصق شي شويه، وسورتو فاش غادي نطحنوه غادي نكونوا على شكل عجينه، وغادي نسرحوه في واحد اللاطة، ويمكن لكم تصغبوه غير كويرات. انا صغبته على هذا الشكل هذا، وغادي نقطعوا طريفات وغادي نسوقوا بالكركاع نصف كركاع من الفوق، وغادي نخزنه في الثلاجة. كيبقى التخزين مدة طويلة. كنتمنى أن هذه الوصفة ديال اليوم، وصفة الطلخان من المطبخ الأفغاني، تنال إعجابكم وتجربوها. وكنشكركم بزاف على المشاهدة، وما تنساوش أنكم تبارتاجيو الفيديو وتشاركوا في القناة أمل كيتشن. Thank you so much. Bye.